الذي ينضم إلينا الآن من مدينة دمشق ديما الشامي. ديما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد جديد يمر على أهلنا، وهذا خامس عيد يمر على سوريا الحرية، وفي نفس الوقت لا تزال العديد من المناطق الدمشقية محاصرة، دارية محاصرة، مسرابة محاصرة، دوما حتى هذه اللحظة أيضا محاصرة. كيف يتعايش الدمشقيون مع عيدهم؟ نعم، كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير. بالنسبة للعيد فهو مرة يعني يمر اليوم وفي ظل قصف عنيف جدا ومكثف من قبل قوات النظام على معظم أحياء العاصمة والغوطة الشرقية والريف الجنوبي وأيضا الريف الغربي. الأهالي يحاولون طبعا في داخل دمشق، يعني حيث تنتشر حواجز النظام والتدقيق الأمني والتفتيش على الهويات، يحاول الأهالي قدر الإمكان إسعاد أطفالهم يعني هذا العيد. أما بالنسبة الريف الدمشقي فهو يرزح تحت القصف، أيضا يحاول الناشطون إجراء يعني بعض النشاطات والفعاليات للأطفال طبعا في الأقلية بسبب كثافة القصف الموجه باتجاه الريف الدمشقي. اليوم يعني لدينا تطورات عديدة حقيقة في دمشق وريفها، أما القصف بالطيران الحربي على عدة مناطق في أحياء دمشق الشرقية، حي القابون، أيضا حي تشرين المجاور، إضافة إلى حي جوبر، استنفر طبعا الأبطال الدفاع الجوي من عناصر الجيش الحر للتعامل معها. بالنسبة للقابون فقد قصف الحي بصواريخ أرض أرض إضافة إلى الطيران دينا، وأصيب يعني أو أحد صواريخ الميج أصاب منطقة عسكرية تابعة للنظام في الحي فيها مبنى للقناصين بإصابة مباشرة بالخطأ. طبعا أيضا يستمر استهداف المساجد، اليوم تم استهداف أحد مساجد الحي. هناك قصف المدفعية الثقيلة أيضا تشهده أحياء برزة وأيضا أحياء دمشق الجنوبية. حي التضامن شهد قصف عنيف بالهاون وأيضا راجمات الصواريخ، وهناك دمار هائل في الممتلكات. بالنسبة لحملات المداهمات فاليوم هناك عملية دهم واعتقال واسعة جدا على حي الصناعة وحي أبو نوري الموازي، إضافة يعني امتدت إلى تشمل حي الطبالة من قبل عناصر فرعي فلسطين والدوريات. كانت الحملة بأعداد كبيرة جدا من الشبيحة والأمن، تم اقتحام البيوت وامتدت حملة المداهمات لتشمل أحياء عديدة. أيضا في الريف الدمشقي القصف الطيران الحربي استهدف مدينة دوما، أيضا القصف المدفعية الثقيلة استهدف بلدة المليحة التي ارتقى فيها حتى لحظة 4 شهداء، إضافة إلى زملكة التي شهدت قصف عنيف، إضافة إلى غارتين جويتين تزامنتا مع خروج الأهالي من المساجد. أيضا السيدة زينب تشهد اليوم قصف عنيف إضافة إلى اشتباكات على أطرافها. هناك قصف مدفعي وصاروخي على معظمية الشام في ظل الحصار الذي تشهده المدينة، ويعني نداءات الاستغاثة من الأهالي في تلك المنطقة بسبب انقطاع معظم المواد الغذائية عن المدينة، إضافة إلى الحصار المطبق عليها. أيضا القلمون لا زال يشهد تصعيد من قبل قوات النظام، وسقط صاروخي أرض أرض على أطراف قرية حوش عرب في القلمون، تلاه أيضا قصف عنيف براجمات الصواريخ على سهل رنكوس. ديما الشامي أشكرك يا ديما، وديما كانت نقلتنا إلى دمشق، وسنبقى وإياكم أحبتنا.